Judges. I am a judge. My profession. My full-time job. Okay. I'm a professional judge. Interesting. But they are ordinary citizens. We shall control the professional judges. The job properly. طلعوا مش قضاء. طلعوا مواطنين. القاضي بس اللي في النص. الاثنين اللي على اليمين واللي على اليسار هم مواطنين عاديين. كل واحد عنده شغلته. وبيجوا هنا بطلب من الحكومة علشان يحضروا الجلسات من باب الشفافية ومن باب التحكم في أن القضاء لا يظلموا ولا يطغوا. أنه لما القاضي يكون جالس لوحده زي في بعض البلاد جالس لوحده ممنوع أحد يجي يشوفه, ممنوع التصوير, ممنوع الإعلام يجي, هو لنفسه هو ملك هذه الجلسة بالكامل دون أي محاسبة يطغى. What's the average salary for judge? For the average for a judge in the first instance is about 900 to 950,000 Norwegian kroner during a year. لما يكون في محكمة والقاضي في كاميرا قاعدة تصوره ومواطن جالس عن يمينه ومواطن جالس عن يساره وإعلام ممكن يجلس في كراسي هنا للإعلام مخصصة مكتوب عليها بريس, هذول كرسيين مخصوص للإعلام. لما كل هذه المعطيات موجودة ولما القاضي يحصل على 900,000 كرونة 13,000 دولار شهري, 48,750 ريال 76,000 جنيه في الشهر راتب القاضي. لذلك هذه البلد اللي احنا فيها من أقل بلاد العالم فسادا بسبب هذا النظام اللي احنا شايفينه. ممكن نلعب في الطاولة لأنه عجبتنا علشان الواحد لا يتعب ظهره, سواء المدعي العام أو المحامي, فعنده إمكانية أنه يرفع هذه عشان يتكلم سبيك تنور يتكلم فيطلع المايك خلص كلامه نزل الطاولة ويجلس. بعض الناس حتقول هذه رفاهية, أنا أقول إنه هذا من ضمن احترام هذه المنظومة اللي احنا فيها وهذا من ضمن الإحسان. كل هذه الغرفة الصغيرة هي إحسان في النظام القضائي وفي نشر العدل في هذه البلد.